مسلسل فارزي تبدأ قصة المسلسل ويا رجال اسمه سنو، أو كان سنو رسام محترف، وهو دائما كان يرسم اللوحات ويبيعهن، أو دائما كان يطلق على نفسه باسم المحترف بالرسم. وهسه ننتقل للمشهد الثاني ويا جد سنو. وجد كان رسام لكن مو مثل احترافية سنو، وهو كان يرسم اللوحات وما تجي عليه المبيعات أبدا. وجد كانت عنده مجلة أو مطبعة خاصة بي، أو بعدها نشوف جد وسنو وهم قاعدين. وجد يقول لسنو إنه إحنا لازم نوصل اللوحات اللي إحنا نرسمها للعالم كله من خلال المجلة، وانه احنا لازم نبقى مستمرين وما نستسلم ابدا. وهسه نعرف انه سنو عائلته حالتهم المادية جدا ضعيفة، وسنو دائما كان يردد بمقولة وهي انه الفقير دائما يشوف كل شيء يحيط به عبارة عن فلوس. وبعد فترة قصيرة سنو يلتقي ويا حبيبته بالسيارة، وهي تطلب من عنده انه يجي وياها بالليل ويشاركها احتفال رأس السنة، لكن سنو يرفض لان هو فلوس ما عنده، وهو ما بين هذا الشيء لحبيبته، وهو يقول لها انه انا راح احاول انه اجي للحفلة. وبعد سنو يروح ويقابل صديقه واللي اسمه فيروز، وفيروز يقول لسنو انه هاي حبيبتك تضحك عليك وما تحبك ابدا، وهي مستمره وياك لحد هاي اللحظه حتى تقضي وقت وياك، وهي اذا تحبك كان عرفتك على صديقاتها، وايضا كان طلعت وياك وتتفاخر بيك، لكن هي ما تحبك وتستحي منك. بس رغم كل هذا الكلام الا ان سنو ما يهتم بالصديقه. وبعدها سنو وفيروز يروحون للفندق اللي راح تصير به الحفله بالليل، وهم يطلبون من موظف الاستقبال ان يسوي لهم خصم على تذاكر الدخول، لكن الموظف يرفض او يطردهم من الفندق. او فيروز يقول لسنو انه بسببك انا جاي اتخلى بمواقف محرجة. او لما يجي الليل نشوف سنو اصدقائه وهم سهرانين بمكان جدا متواضع، وهم كانوا متونسين كل شهواية. وبهاي الاثناء انانيا تجي، وسنو اول ما يشوفها يروح لها، وهي تقول له انه انا جيت لهنا حتى اسلم عليك، وايضا حتى انا وياك نروح سوا للفندق. فسنو يقول لها انه انا ما اقدر اروح وياك لانه ما اقدر اتحصل على التذاكر. فانانيا تضوج كلش وتنقهر، وهي تعوف سنو وتروح. وبعدها نشوف جهد وهو يفكر ببيع المطبعة مالته حتى يفك ديونه. وفيروز لما يسمع ينقهر كل شهواية لأنه جده رح يبيع مطبعته، وهو يقرر أنه يحل الموضوع بنفسه حتى جده يبقى محتفظ بالمطبعة. وبعدها سنو وفيروز يروحون للناس اللي يطلبوهم، وهم يطلبون من عندهم أنه يمددون فترة التسديد، لكن هم يرفضون رفض قاطع لأن الفترة طولت كلش. وسنو وفيروز يبقون يلحون عليهم، أو بالأخير يوافقون أن يمددوا لهم شهر واحد فقط. والناس اللي يطلبوهم يقولوا لهم أنه إذا بعد هذا الشهر ما سددت الديون احنا راح نتصرف تصرف قانوني. وبالفعل سنو وفيروز يوعدوهم ان هم راح يفكون الديون اللي على جدهم. وبهذا الوقت كان الجد مقهور، وهو كان مكتئب لانه راح يبيع المطبعه، والجد كان يحب المطبعه كلش هوايه لان هذا الشيء الوحيد اللي بقى عنده. وبعدها سنو وفيروز يجمعون كل الفلوس اللي هم ضاميها، وايضا هم باعوا كل ممتلكاتهم الخاصه حتى يجمعون الفلوس ويودوها للاشخاص اللي يطلبوهم، لكن هم اكتشفوا ان الفلوس اللي عندهم ما تكفي تسديد ربع الديون. وبثاني يوم فيروز يروح الصديقة أنيس، وفيروز يقول لأنيس إنه حالتنا جدا سيئة لأن أنا حاير شلون أجمع الفلوس وأسدد اللي يطلبوني. فأنيس يقول لفيروز إنه أنا عندي صديق اسمه مانجا وهو يشتغل بتزوير الفلوس، وممكن إنه أنتوا تشتغلون وياه ويفيدكم. وبالفعل هو يوافق ويروحون المانجا، وفيروز يحكي له على كل المصاعب والمآسي اللي سنو يمر بيها، ومانجا يوافق إنه يشغلهم بهذا المجال. وفيروز مباشرة يرجع على سنو ويحكي له على كل شيء صار، لكن سنو بالبداية يرفض ويقول له انه انا من المستحيل اشتغل بتزوير الفلوس واحنا لازم نصنحن بدينا. ففيروز يضوش كل شهواية ويعصب ويقول لسنو انه هاي فرصة كلش ثمينة ولازم ما نضيعها. وبعد سنو يطلع الفيروز فلوس مرسومة على الورقة، وهو يقول له انه احنا راح نرسم الفلوس ونلونها ومن بعدها نبيعها. وفيروز يقلق كلش وكان خايف، وهو يقول لسنو انه هذا الشيء كلش خطر على حياتنا وممكن نقضي عمرنا كله بداخل السجن بسببه. بس نو يقول لفيروز انه جدي نصحني نصيحة، وهي انه ما اخلي النظام القوانين يتحكمون بي وانما انا اللي اتحكم بيهن. ففيروز يقول لسنو انه جدك ما يقصد انه تستعمل النصيحه مالته بالشيء الغلط، لكن سنو ما يهتم لفيروز ويبقى مصر على قراره انه هو يصنع الفلوس بايده بدل ما يزورها. وبالفعل سنو يبقى الايام طويله يصنع بالفلوس، وبعد معاناته مصاعب هو قدر انه يصنعهن. وهم الاثنين لما يروحون للمحلات حتى يشترون بالفلوس، اصحاب المحلات يكشفوهم ويبقون يطاردوهم. وبعدها هم الاثنين يقعدون، وسنو يقول لفيروز انه انا ابدا ما راح استسلم او راح ارجع واصنع فلوس بدقه اكثر. او بعد دقائق قليله هم يكتشفون ان الغلط هي بخامه الورق المستعمل، فهم الاثنين يجيبون ورق ذو خامه جدا عاليه. وبعد معاناه هم قدروا ان يصنعون فلوس كلش هوايه، ومن يروحون للمحل حتى يشترون بالفلوس المزوره صاحب المحل ما يلاحظ انه هاي فلوسهم مزوره، وهذا يعني دليل على ان خطتهم نجحت. والاثنين كانوا فرحانين كلش هوايه لان راح يعيشون برفاهيه. وبهاي اللحظه سنو ذكر امه اللي توفت لما كان عمره 7 سنوات
مرات فقط، وأيضا يتذكر لما كان هو وأبوه يهربون من الناس اللي يطلبوهم واللي هم كانوا دائما يطاردوهم بأي مكان. وبأحد الأيام الأب يأخذ سنو ويهربون من المدينة اللي عايشين بيها، والأب يقول لسنو أنه أنا راح أخذك لجدك على مود تعيش يمه. وبعد فترة قصيرة سنو ينام، والأب أول ما يتأكد أنه سنو نام يهرب من القطار، وسنو لما يقعد ما يلقى أبوه وهو يبقى يبكي ويدور عليه. ولما يوصل للمدينة اللي بيها الجد، سنو ينزل وينام على الأرض وهو يرسم رسمة على الأرض، وبعدها هو يتعرف على فيروز اللي كان مشرد، وهم الاثنين صاروا جدا قريبين من بعض. وبعد فترة الجد يلقى سنو بالصدفة، والجد يقول لسنو أنه أنا صار لهواية أدور عليك، وأنه إحنا هسه لازم نروح للبيت حتى أنت ترتاح. وهنا سنو يطلب من الجد أنه يأخذ فيروز وياهم للبيت ويعيش وياهم، وبالفعل هو يوافق ويأخذه وياهم. وهسه نرجع للحاضر، بعد ما سنو وفيروز صاروا محترفين بصناعة الفلوس المزورة، وبأحد الأيام يروحون يقابلون رجل عصابات اسمه لاغدي، ولاغدي يطلب من عندهم أنه يصنعوا له مليون عملة، وسنو مباشرة يوافق من دون ما يأخذ رأي فيروز. وبعدها هم يرجعون للبيت، وبالطريق فيروز كان معصب كلش على سنو، وهو يقول له أنه إحنا ما عدنا أوراق كافية صناعة الفلوس اللي طلب من عندك لاغدي، وأيضا إحنا ما عدنا الألوان على مود نستخدمها بصناعة الفلوس. سنو يعرض على فيروز أنه يروحون يأخذون قرض حتى يشترون أوراق وألوان، وبالفعل هم يروحون للناس اللي يطلبون الجد أو يأخذون من عندهم قرض، وهذول الأشخاص انطهم قرض بمقابل أنه يخلون عليه فائدة لما سنو وفيروز يسددوهم. وبعدها هم يروحون المصنع صناعة الورق، لكن هم يتفاجئون لما يعرفون أنه لازم عندهم أوراق ثبوتية من الوزارة على شراء الورق، بس هم ما كانت عندهم أي ثبوتية. وبالليل أنيس وفيروز يجون للمصنع ويقررون أنه يسرقوه، بس للأسف الحراس اكتشفوهم ويطردوهم، وبعد معاناة يقدرون يهربون. وبعد فترة قليلة هم يقدرون أنه يتسللون للمصنع أو يسرقون الأوراق الكافية، وبالفعل مهمتهم تنجح، أو يقدرون أنه يصنعون الفلوس اللي لاغدي طلبهن من عندهم. ولما هم يودون الفلوس لاغدي هو ينعجب بهم كلش، أو ينطيهم أجرهم اللي اتفقوا عليه بالبداية، وأيضا هو يطلب من عندهم أنه يسووا له عدد أكثر من هذا المال، وبالفعل هم يرجعون ويسوون عدد أكثر. وبعدها سنو وفيروز يروحون يسددون القرض اللي هم أخذوه، وأيضا يسددون كل الديون اللي عليهم. ومن يرجعون للبيت يروحون للجد ويقولوا له أنه إحنا سددنا كل الفلوس اللي علينا، وأنه أنت من هنا ورايح ارتاح. لكن الجد كان قلق وحاير شلون هم قدروا يجمعون كل هذا المبلغ. سنو يقول له أنه أنا قمت أشتغل، وصديقي بالشغل سوالي سلفة وانطانيها أول واحد، لكن الجد ما كان مقتنع أبدا، وحاس أنهم حصلوا على هاي الفلوس بطريقة غير شرعية وغير قانونية. وبعدها سنو يعزم حبيبته أنانيا بمطعم جدا غالي وفخم، وبهاي اللحظة هي تقول له أنه أهلي دا يضغطون علي على مود أتزوج، وأنه أنا ما أقدر أخالف رأي أهلي. فسنو يضوج كل شهواية، فأنانيا تقول له أنه أنا وياك علاقتنا مبينة من البداية، وأنه إحنا كنا نعرف نفسنا أنه إحنا رح يجي يوم ونفترق، وكل واحد رح يروح بطريقة. فسنو يضوج كلش ويدفع فلوس من الفلوس المزورة، وبعدها هو يغادر المطعم. وبهاي اللحظة تدخل بنية للمطعم اسمها ميجا، وميجا كانت جاية وهي خطيبها، ولما هي تكمل أكل تدفع فلوس واللي بالمطعم يرجعوا لها الباقي، لكن تلاحظ أن الفلوس بيها شيء غريب، وهي تأخذ هاي الفلوس المكان عملها وتشوف الفلوس لأصدقائها، وهي قررت أنه تفك أجزاء الفلوس، وبالفعل هي تفك أجزاهن وتعرف أنه هاي الأموال مزورة. وبثاني يوم يتم إعطاء أمر بالقبض على شخص اسمه منصور وصديقه بلال، وهسه نعرف أنه منصور وبلال من أشهر وأمهر المزورين بالهند. وبهاي اللحظة نشوف ميجا وهي رايحة للبنك حتى تعرف أخبار القضية، وهي القضية اللي قدمتها بخصوص تزوير الأموال، لكن موظف البنك يقول لها أنه الشرطة لحد الآن ما أخذت أي إجراء. فميجا تقول له أنه أنا لازم أتصرف، وهنا الموظف يقول لها أنه هذا الموضوع هو مو اختصاصك، وإنما هو اختصاص الشرطة، وأنه أنت مو حقك تتدخلين بعمل الشرطة، وإحنا وظيفتنا هي أنه نقدم الأبحاث والأدلة، وأبد ما نتدخل بعمل الشرطة. فميجا تقول للموظف أنه أنا محللة مالية، وأنه أنا ده أسوي هيجي على مود أنقذ الهند من أزمة اقتصادية مهلكة. فالموظف يقول للميجا أنه إحنا شغلنا مقتصر على البنك فقط، والموظف يرفض أنه ينطي الميجا إذن بتولي القضية اللي قدمتها. وبعدها نشوف سنو وفيروز وهم رايحين الشخص اسمه كيساري، ونعرف أنه لاغدي هو اللي حكى الكيساري عن سنو وفيروز ومهارتهم. أو كيساري يطلب من سنو وفيروز أنه يصنعوا له 20 مليون عملة، ولاغدي يقول لسنو وفيروز أنه كيساري عضو الجمعية التشريعية. ولما يطلعون لاغدي يطلع وراهم ويقول لهم أنه تسليم الفلوس راح يصير على حدود الهند، لكن سنو يرفض ويقول لاغدي أنه هذا الشيء كلش خطر على حياتنا، وممكن كنا نروح بيها ويتم القبض علينا. لكن لاغدي يطمن سنو ويزيد الأجر أضعاف، وبالفعل هم يوافقون. وبهذا الوقت كانت ميجا ماخذة إجازة من شغلها حتى تبقى ملتهية بالقضية اللي هي قدمتها. وبعدها هي تروح لمركز الشرطة وتطلب من الضابط أنه يختملها على طلبها بتحقيق وتحليل القضية
القضية اللي هي قدمتها، لكن الضابط يرفض ويقول لها انه احنا هسه همنا الوحيد هو انه نقبض على منصور وبلال. وبهاي اللحظة الضابط يعوفها ويطلع، فهي تقوم من مكانها وتختمن نفسها. وبهذا الوقت يكون سنو فيروز ملتهين بصناعة الاموال، وبعدها تكون ميجا ويا الضابط شيندي، وهي بقت تفتر بالمدينة وتفتر بكل المطابع على متعرف الطابعة اللي جاي تزور الاموال. واول طابعة هي تروح لها هي طابعة سنو فيروز، لكن هم اول ما يسمعون انه اكو تفتيش يرتبكون كل شوي يقلقون، ومباشرة يضمون كل الفلوس المزورة على مود ما حد يلاحظهن. ولما ميجا تدخل تبقى تفتش، وبهاي اللحظة يجيها اتصال من الضابط واللي يقول لها انه انا عرفت انه انت استخدمت الختم مالتي حتى تروحين تبحثين بنفسك. فميجا مباشرة تطلع من المطبعة، ولما تطلع سنو فيروز يرجعون يكبلون شغلهم بكل سلام. وسنو يقول الفيروز انه احنا لازم نلقى مكان ما حد يندله على مود نقدر نشتغل بيه، لانه منطقتنا صارت مو آمنة وممكن باي وقت واحد يجي ويلزمنا. وبهاي اللحظة الجد يدخل عليهم وبايده فلوس مزورة، وهم يقلقون كل الشهواية خاف الجد عرف باللي هم دا يسووه. لكن اللي تبين انه هو انه الجد انصاب بمرض الزهايمر، وهو يقول لسنو فيروز اخذ ذن الفلوس وودوهم للاشخاص اللي يطلبونه. فسنو فيروز يطمئنون لانه امرهم ما انكشف. وبثانية من الصبح هم ياخذون الفلوس ويروحون للحدود حتى يسلموها الكيساري، لكن بالطريق تقابلهم سيطرة تابعة للشرطة، وبالفعل تم تفتيش السيارة اللي هم بيها، بس هم ما يلقون اي شيء لان سنو فيروز كانوا ضامنين الفلوس بكل ذكاء واحترافية لانه كانوا حاسبين هاي المخاطر. وبعدها هم يروحون يسلمون الفلوس الكيساري، وهم ياخذون الاجر اللي هم اتفقوا عليه. ولما خلصوا مهمتهم بنجاح يرجعون ويروحون يحتفلون ويرقصون، وهم كانوا كلش فرحانين لدرجة جدا عالية. ولما يرجعون يكتشفون انه الجد عرف باللي هم دا يسووه، والجد يقول لسنو انه انا ما توقعتك هيجي، وانه انا توقعت انه ابوك هو اكثر شخص حرامي واناني وحقير لان هو اخذ بنتي وما حافظ عليها، بس انا هسه عرفت انه انت اكثر شخص اناني وحرامي مثل ابوك. وجد يكمل كلامه ويقول الفيروز انه انا حسبتك مثل حفيدي، وانا ما فرقت بينك وبين سنو، لكن انت ما قدرت كل تعبي. وجد يقرر انه يطردهم هما الاثنين من البيت. وبعد مرور اسابيع مساعد الجد واللي اسمه ياسر يروح على سنو ويقول انه انت لازم تروح للجد وتبقى تعتذر من عنده لحد ما هو يرضى عليك. فسنو يقول لياسر انه انا اعتذرت من عنده هوايه وهو ما قبل، وانه انا حاولت كل الشهوايه انه اندم على كل اللي سويته، لكن انا ما احس بالندم وانا ما احس انه مسوي شيء غلط. وبعدها ياسر يعوف سنو ويغادر المكان. وبعد فتره زمنيه سنو تجي مكالمه من ياسر واللي يقول له انه جد اختفى وما لقيته. سنو فيروز يروحون للشرطه حتى يقدمون طلب للبحث عن الجد، لكن تصير مشكله بينهم وبين الشرطه، والشرطه تقرر انه تحبسهم بالسجن لحد ما يجي ياسر ويكفلهم. فلما يجي ياسر يقول لهم انه انا لقيت جدكم مريض كلش وانه هو هسه حاليا بالبيت. وسنو فيروز يرجعون للبيت ويشوفون الجد مريض، وياسر يقول لسنو انه انت لازم هسه تروح قبل ما الجد يقعد ويشوفك على مود حالته ما تزداد للأسوأ. وفجأة الجد يقعد ويشوف سنو وهو يبدأ يعامله معاملة جدا طبيعية، وسنو يعتقد انه الجد رجع نسى مرة ثانية. وبثاني يوم يروحون للدكتورة وهم يشرحوا لها حالة الجد، فهي تقول لهم انه هو عنده مرض الزهايمر وانه احنا لازم نسوي له عملية خلال شهر وانه العملية خطرة جدا. سنو ينقهر على جده كلش ويبقى طول الوقت قاعد بالمستشفى يمه. وبعدها جد يفوق ويرجع يشتغل بالمطبعة مالته مثل ما هو متعود. وبهذا الوقت كانت الفلوس المزورة تنتشر بالهند كلها، وبسبب الفلوس المزورة الاقتصاد بالبلد ضعف لدرجة عالية جدا. اما سنو فهو صار شخص مشهور بالتزوير بين العصابات. وباحد الايام يتم اختطاف سنو فيروز من قبل رجال المافيا، وقائد رجال المافيا يقابل سنو ويقول له انه انا عرفت انه انت من اكثر الاشخاص تزوير وانه انا هستوني عرفتك، وانا لو عارفك سابقا كان قتلتك. وهو ينطي فلوس ويقول له هاي مزورة لولا. فسنو بسهولة يقول له انه هاي العملة مزورة وانه لازم تصير عليها تعديلات معينة حتى ما يتم التعرف عليها، وايضا حتى الماكينة اللي تفحص الفلوس ما تعرف انه هاي الفلوس مزورة. وهنا سنو يدخل الفلوس بالآلة ويقول الرجل المافيا انه الماكينة رفضتها، وهذا يعني انه لازم يصير على الفلوس المعدل بعض التغييرات. او بعدها قائد رجل المافيا ياخذ سنو ويقعد وياه بالحديقة، وهو ينطي ملابس حتى يبدل ملابسه لانه سنو ملابسه تشققت اثناء الاختطاف. او قائد رجال المافيا يقول لسنو انه انا معجب كلش بذكائك، ولهذا السبب انا اريد اشاركك افكاري حتى انا وياك نحتل البلد ونسيطر عليها بالكامل. لكن هنا سنو يرفض ويقول له انه انا من زمان عفت موضوع التزوير. والغريب بالموضوع انه قائد رجال المافيا يعرف انه سنو عاف التزوير الخاطر جدا، فهو يقول له انه انت لازم تفكر بذكاء وتحسب للمستقبل لانه جدك ما بقى شي بعمره ويموت، وانه انت لازم تتونس وتعيش بسعاده بالفلوس. بس سنو كان رافض رفض قاطع، فقائد المافيا يهدد سنو
سنو بعد ما فشل باقناعه، وهو يقول له انه انا راح اقتلك واقتل جدك واحرق المطبعه اذا رفضت تشاركني. وبهاي الاثناء سنو يضطر ان يوافق على طلب قائد رجال المافيا لان هو ما عنده حل ثاني. وبعدها هو يامر جماعته انه ياخذون سنو فيروز ويودوهم للمنطقه مالتهم، وبالفعل هو ياخذهم ويوديهم للمنطقه. ولما يوصلون فيروز يقول لسنو انه انا جدا خايف من هذا قائد رجال المافيا لان هو يريد يستغنه. فسنو يقول له انه احنا ما بدينا شيء نسويه غير اللي هو يريده، لانه اذا رفضنا هو راح يقتلنا ويقتل جدنا، وانه هاي هي فرصه حتى نتخلص من الفقر والمصاعب اللي احنا بيها. فهنا فيروز يعصب عليه كلش ويقول له انه انا اعرف انه انت تريد تنشهر ويصير لك جمهور وصيت بالمدينه، وانت ما تركت هذا الشيء على موت جدك، وانما هذا الشيء اللي دا تسويه انت غلط. وفيروز يعف سنو ويروح. وبعد سنو يبدا باعداد العمله اللي طلبها من عند قائد رجال المافيا، وهم بداوا يشتغلون بالالات اكثر تطور وتكنولوجيا. وبعد فتره قليله سنو يقدر انه يسوي العمله اللي قائد رجال المافيا طلبها منه. ورجل المافيا اول ما يشوف العمله يعجب بها كلش، وهو يقول لسنو انه انا اهنيك على هذا الشغل الاحترافي. وهسه نعرف انه قائد رجال المافيا هو منصور، واللي هو اكثر وامهر شخص بتزوير الفلوس، وايضا هو اللي الشرطه تدور عليه. وثانيا سنو فيروز يكملون شغلهم، وهو انه يصنعون اكبر عدد من العملات الصالح منصور. وثانيا الصبح الشرطه تجيها بلاغ عن بلاغ صديق منصور، والشرطه مباشره تحدد موقعه وتنطلق على مكانه على مود يقبضون عليه. وبهذا الوقت كان سنو قاعد ويا ياسر، وياسر يقول لسنو انه الدكتوره اللي راح تسوي عمليه جدك تريدك ضروري. فسنو وياسر يروحون للدكتوره، والدكتوره تقول لسنو انه عمليه جدك راح نسويها بنهايه هذا الاسبوع، وهي راح تصير على ايد اشهر وامهر دكتور بالمدينه. فسنو لما يعرف يفرح كلش، وهو يقول للدكتوره انه انا ما اعرف شلون اشكرك، وانه فلوس العمليه راح اجي وادفعهن بيوم العمليه بالضبط. لكن الدكتوره تقول لسنو ما يحتاج تدفع اي فلوس، لان اكو شخص اتكفل بكل مصاريف العمليه. وهنا سنو يعرف انه هذا الشخص هو منصور. فسنو يطلع بالخارج ويخابر منصور ويقول له انه انا ابد ما راح انسى جميلك اللي انت قدمته الي. فياسر يسال سنو ويقول له من الشخص اللي تكفل بالعمليه، بس سنو يرفض ويقول له على اي معلومه. وبعدها نشوف الشرطه وهم مخبوصين وبدا يفكرون بطريقه للقبض على بلال. وبهاي الاثناء هم يخلون خطه ذكيه جدا، وبالفعل هم يحصروا بمكان وسط الغابه او يقبضون عليه. وبهاي اللحظه الضابط مايكل يدخل زنزانه بلال، وهو يبقى يحقق وياه. ومايكل يقول لبلال انه ما حد يعرف انه انت بالسجن، وانه ممكن اني اطلعك واسافرك خارج البلد بهويه جديده بمقابل انه جاوبني على سؤال واحد فقط، وهو انه تنطيني مكان منصور. لكن بلال يرفض انه يحكي، فمايكل يعصب او يضرب رصاصه على رجل بلال حتى يجي برا يحكي. او مايكل يقول لبلال وين الفلوس المزوره حاليا، فبلال يقول لمايكل انه الفلوس موجوده بالمحفظه مالتي. وهنا مايكل يروح ويطلع الفلوس ويامر جماعته انه ياخذون بلال للمستشفى. او بعدها نشوف منصور وهو رايح للمستشفى على مود يطمئن على الجد، وهو يقول للجد انه انا شريك سنو بشغله جديد، وانه سنو من اكثر الاشخاص احترافيه وذكاء بالشغل مالته. والجد يفرح كل شهوايه من يسمع بهذا الحديث. ولما سنو ومنصور يطلعون سنو يلاحظ انه منصور ضايج وشايل هم، فسنو يساله عن السبب. فمنصور يقول له انه بلال تم القبض عليه، وهو كان ايد اليمين بكل الشغل، وانه احنا هسه حاليا بخطر كلش كبير. فسنو يقاطع كلامه ويقول له وين ضم الفلوس. فمنصور يقول له انه انا ضم الفلوس بمكان من سابع المستحيلات واحد يوصل له، ويقول له انه انا وياك لازم نتحد ويا بعض حتى نقدر نخلص من اللي احنا بيه، واحنا لازم نخترق نظام مكافحه التزوير حتى نعرف هم بشنو يخططون، ولازم نسرع باختراق المكافحه حتى ما يتم القبض علينا ويصير حالنا مثل حال بلال. ولما يجي الليل سنو يروح لفيروز ويحكي له على كل شيء صار، وفيروز تظهر عليه معالم القلق والارتباك. وبهاي اللحظه ياسر يجي ويقول لسنو انه انا اعرف انه منصور هو مو شريك بالشغل، وانما انت تشتغل جوا بتزوير الاموال، وانه هذا الشيء خطر عليك لانه منصور هو شخص كلش خطر، وانه من الممكن انت حياتك تروح بسبب تفكيرك الغلط. فسنو يقول لياسر انه انا ما اسمح لك تحكي على منصور، لان هو قدم لي مساعده ودفع كل فلوس عمليه جدي، وهاي المساعده طول عمري انا ما راح انساها. فهم الاثنين يصير بيناتهم مشاده كلاميه، وياسر يقول لسنو انه انا بعد ما علي بيك، لان انت شخص ما تستحق النصيحه ابدا. وبعدها ياسر يعرفهم ويروح. ففيروز يقول لسنو انه انت لازم تصلح علاقتك ويا الكل، لان احنا ما عندنا عوائل ولازم تبقى علاقتنا طيبه ويا الجميع. وبهذا الوقت مايكل يروح لبلال للمستشفى ويقول له احنا فقط نريد من عندك مكان منصور وما نريد غير شيء. لكن بلال يرفض انه يحكي. وبعدها نشوف سنو وهو موجود بالمكان اللي تتواجد به ميجا، وهو يتعرف عليها باسم ساندي، فهي تطمنه وتبقى تحكي وياه. وبهاي الاثناء بلال يقول لمايكل كل المعلومات اللي يعرفها عن منصور، وايضا يقول له انه سنو يساعد منصور. وبهذا الوقت كان سنو قاعد ويا ميجا، وهو يقول لها انه انا تاجر، وهو يعرف
يعرف من عندها انه هي تريد تأجر بيت، فسنو ياخذها ويأجر لها بيت بسعر جدا قليل. وباثناء ما هي تتفقد البيت، سنو يطلب من ميجا انه تنطي الموبايل على مود يقدر يجري بيه اتصال، فهو ياخذ موبايلها على صفحة وينزل بيه تطبيق المراقبة التليفون حتى يعرف كل المعلومات عنها، وبعدها هو يرجع لها الموبايل. وبعد مرور ايام عديدة، سنو يطلع ويا ميجا ويقعد وياها بالمطعم، وهم الاثنين كانوا فرحانين. وبهاي اللحظة انانيا تجي وتقعد وياهم، وهي تفرح لان سنو ارتبط، وهي تقول الميجا انه اي شيء تحتاجي تعالي قولي لي. وهنا انانيا تنادي سنو باسمه بدل اسم ساندي، وميجا تستغرب لكن هي ما تهتم للموضوع. هم الثلاثة يبقون يضحكون يا بعض وكانوا فرحانين كل شهواية. وبعد فترة سنو يلاحظ من خلال الرسائل اللي تجي ان المكافحة تعرف كل اللي هم مخططين له، وهو يسرب كل شهواية. فبسرعة يخبر منصور ويقول له ان واحد من جماعتك ده يسرب كل المعلومات للمكافحة، لكن منصور ينفي كلام سنو ويقول له انه انا عندي ثقة عمياء بجماعتي وهم ابدا ما يخونوني، ويقول له انه الممكن اللي ده يسرب المعلومات هو صديقك فيروز. لكن سنو يقول لمنصور انه فيروز رابي وياي ومستحيل يخونني. وبهاي اللحظة كان مايكل يقلب بتليفون ميجا وهو يقرأ كل رسائلها ويا سنو، فهو يقول لها انت شنو علاقتك ويا ساندي؟ فهي تقول له انه هو مجرد صديق. وبعدها تاخذ الموبايل من عنده وتعوفه وتروح. وبهاي الاثناء نشوف سنو وفيروز وهم اتفقوا ويا منصور انه يغيرون مسار السفينة اللي بيها الاموال. وبهاي المرة هم راح يسلكون طريق مختلف عن الطريق اللي هم متعودين يسلكوه كل مرة. وهم سووا هيجي لان الشرطة كشفت مساراتهم، ولسوء الحظ الشرطة تبقى تبحث وراهم وتعرف مكانهم. وبعدها سنو مباشرة يؤمر انه يتم نقل السفينة الى مدينة مومباي، وبالفعل يتم نقل السفينة الى مومباي وكل الاموال تنضم بمكان امن. وبمرور الايام حالتهم المادية تتحسن جدا، وهم يشترون كل الاشياء اللي هم يتمنوها، وهم صاروا يسهرون بافخم الاماكن. وبهاي اللحظة ميجا كانت بالمركز، وميجا تقول للضباط انه انا اكتشفت حيلة حتى نفرق بين الفلوس، وهي انه تروح وتجيب عملتين وتحرقوهن. وهي تقول لهم انه لو النار تحولت الى اللون الاحمر فهذا يعني انه الفلوس مزورة، اما اذا بقت بلونها الطبيعي هذا يعني انه الفلوس سليمة وما بها اي شيء. لكن ما حد يصدق فكرتها. وبهاي اللحظة سنو وفيروز كانوا يم الجد، وهم اتفقوا انه ما يشوفون الشغلات اللي هم اشتروها على مود ما يشك بيهم. وبعدها هم يقابلون ياسر، وياسر يقول لهم انه انا راح ارجع وانصحكم للمرة الاخيرة، وانا اقول لكم انه لازم تديرون بالكم على نفسكم وتبتعدون عن اللي دا تسووه لان هذا الشيء خطر جدا على حياتكم. وبعدها يعوفهم ويروح. وبهاي اللحظة ميجا ترسل رسالة لسنو، ففيروز يقول لسنو انه انت اخذت كل المعلومات اللي تحتاجها من عندها وانت لازم تتركها. فسنو يقول لفيروز انت لا تتدخل بيها وما لك شغل بحياتي، وهو يطلع ويحاكيها بالخارج. وبثاني يوم سنو يروح على ميجا للبيت وهو ياخذ لها لوحة هدية ويقول لها انه هاي اول لوحة انا رسمتها، وانه انا لو ما احبك وعزيزة علي كان ما انطيتك هاي اللوحة. وميجا تفرح بيها كل شهواية. وبعدها هو يعرف انه هي تحب جمع العملات النقدية، وبوسط هاي العملات هو يلقى فلوس مزورة، فهي تحكي له السالفة كلها، وايضا تقول له انه المزور اللي دا يسوي هيجي راح يتم القبض عليه سواء كان عن قريب او بعد فترة، بس بالنهاية الشرطة راح تقبض عليه وتحاكمه قدام الناس كلها. فسنو بقى يتظاهر بان هو ما يعرف شيء عن الموضوع. وبالليل هم الاثنين يطلعون وياكلون، وهم كانوا فرحانين ويا بعض. ولما يرجعون للبيت سنو يقرب من ميجا، وهم الاثنين يقضون الليلة ويا بعض. وبثانية من الصبح سنو يقعد من النوم قبل ميجا، وهو يحذف برنامج المراقبة اللي هو مثبته بتليفونها. وبعدها سنو وفيروز يبقون يصنعون فلوس كل شهواية، اما الشرطة فهم بقوا يبحثون على اي خيط دليل حتى يوصلهم للشخص اللي دي يسوي كل اللي دي يصير بالهند. ولسوء الحظ كيساري يوقع بمشكلة ويا الشرطة، ومايكل يقول لكيساري انه انت لو تساعدنا احنا راح نساعدك او ما راح نخلي احد يعرف بيك. فكيساري يتصل بلاكدي ويقول له انه احنا لازم نعقد صفقة ويا سنو. وبهذا الوقت سنو كان موجود ويا ميجا، وبهاللحظة يجي اتصال من فيروز وهو يضطر انه يجاوب بعيد عنها، وكان قاعد يم فيروز كيساري. فكيساري يطلب من سنو انه يجيب له الفلوس المزورة بمكان معين، لكن سنو يرفض وهو يقول له انه انا راح ادز لك شخص يجيب لك هاي الاموال، بس كيساري يرفض ويبقى مصر على قراره. وهو يقول لسنو انه بالعقد اللي كتبناه بالبداية كان منضمن بنوده هو انه انت بنفسك تسلم الفلوس. وبالفعل سنو يوافق، وكل اللي صار هو كان مدبر من قبل الشرطة. اما منصور فهو يعرف الشخص اللي دايخونه ويروح عليه ويقتله بنفسه. وبعدها نشوف ميجا وهي تطلب من مايكل انه تجي وياهم بالمهمة، لكن هو يرفض وميجا تبقى مصرة على قرارها. وبالفعل مايكل يوافق، وباليوم اللي راح ينفذون مهمتهم يسوون خطة ذكية جدا. ولما تجي ميجا تطلب من عندهم مسدس، فمايكل يرفض ينطهيها لان هو كان خايف عليها لا تأذي نفسها. وبعدها هم يتوجهون للمكان اللي راح تصير به المهمة. وبهاي اللحظة سنو وفيروز يعرفون انه راح يتم القبض عليهم.
معاهم، فهم مباشرة يبدلون سيارتهم ويروحون السيارة الثانية، وهم بسرعة يغادرون المكان. أو بالطريق مايكل يوقفهم ويقول لهم أنطوني هوياتكم، فهم يقولوا له أنه إحنا هسه لازم نروح لأنه مستعجلين. وبهاي اللحظة صديق مايكل يتصل عليه ويقول له إنه إحنا لقينا مكان السيارة اللي بيها الفلوس، لكن السيارة ما حد بيها. فمايكل يعرف إنه اللي يمه هم اللي دايبحثون عليهم، وسنو في روز يهربون مباشرة من مايكل. وبهاي اللحظة الشرطة تبدأ تطاردهم مطاردة عنيفة، وسنو في روز قرروا إنه يفكرون بحيلة وهي إنه يشمرون الفلوس بالشارع على مدة تصير فوضى والناس يلتهون بيهن ويعرقلون الطريق على الشرطة. وبالفعل هم يشمرون الفلوس والناس تلتم على الفلوس ويقطعون الشارع، وبعدها الشرطة تفشل بالمهمة. وبهاي اللحظة يقررون إنه ينشرون اسم منصور بكل مكان حتى يقبضون عليه. وبالفعل كل القنوات بدأت بإذاعة اسم منصور بكل وقت. وبعدها سنو يروح على ميجا ويطمئن عليها، فهي تسأل عن سبب غيابه طول هاي الفترة، فهو يقول لها إنه أنا كنت مسافر وتليفوني عطل، وأيضا أنا راح أرجع أسافر عن قريب. وبعدها سنو يخبر أحد رجال منصور واللي يكون اسمه جمال، وسنو يحكي له عن كل شيء صار وياه. وجمال يقول له إنه أنا متأكد إنه منصور راح يساعدك. وبعدها جمال يخبر منصور ويحكي له على كل شيء، فمنصور يخاف لا ينكشف أمره، وهو يأمر إنه ينقتل سنو في روز بأقرب وقت ممكن. وبالفعل بعد فترة قليلة جمال وجماعته يأخذون سنو في روز بالسيارة على أساس هم راح يضموهم بمكان آمن. وبعدها يأخذوهم وكانوا على وشك إنه يقتلوهم، بس بهاي اللحظة هم يتعاركون ويا عصابة ثانية، وسنو في روز يعرفون بالموضوع ويهربون ويروحون المكان آخر. وفجأة ياسر يخبر على سنو ويقول له إنه مطبعة جدكم احترقت بالكامل وإنه جدكم هسه بحالة جدا صعبة. فسنو يعصب كلش ويروح المطبعة منصور وهو يقتل شك واحد بيها، ومن ضمنهم كان جمال، وهو يلقى شخص متصل بمنصور وفاتح وياه كاميرا. فسنو يقتل هذا الشخص ويحرق كل أموال منصور، لأن عرف منصور هو اللي دز عليه على مود يقتله. ومنصور لما يعرف ينقهر هواية لأنه بالأخير هو ما بقى عنده ولا فلس. وبهيك حالة منصور أفلس من كل شيء، وكل عصابة اللي كان يدفع لهم أموال هم راح يعوفوه، لأن اللي موجودين وياه هم يريدون يأخذون راتب شهري. وبعدها سنو فيروز قرروا أن يأخذون البقية أو يهربون بهن بعيدا عن المدينة على مود الشرطة ما يقبضون عليهم. وبالفعل هم قدروا يهربون من الشرطة باللحظات الأخيرة. ولهنا تكون نهاية المسلسل.